أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات أردنية. وكما عودناكم باستضافة نخبة النخبة من رجالات هذا الوطن الحبيب، رحبوا معي بالدكتور عمرو الطراوني صاحب مركز آي كلينيك الطبي. في البداية يسعد مساك. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيكم. دكتور عمرو، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. دكتور عمر طراوني، خريج طب من جامعة مصر، جمهورية مصر العربية، ببلغ من عمر 28 سنة، صاحب مجموعة آي كلينيك الطبية وعدة استثمارات. كيف جاءتك فكرة المشروع؟ كيف بدأت فيه؟ بداية المشروع كان قبل سنتين قبل سنتين، كانت هي بحاجة، يعني عملنا زي دراسة عن حاجة الكرك للخدمات الطبية. كانت هاي الفكرة نبذت عن عدة مشاريع موجودة بالعاصمة عمان، وإحنا نظرا أو لحاجة الكرك وأهل الكرك أو لحاجة أهل الجنوب لهذه الخدمات، قمنا بعمل هذا المشروع. ما هي أهم الخدمات الطبية التي يقدمها مركز آي كلينيك؟ هو عبارة عن مجموعة طبية متكاملة تشمل 21 عيادة طبية ومختبر تحاليل طبية شامل جميع الفحوصات ومركز أسنان متخصص وقسم أو مركز أشعة وطوارئ تم على مدار 24 ساعة. المميزات المركز أنه يشمل 21 تخصص فرعي، هذه التخصصات غير موجودة في أي مكان في إقليم الجنوب. ما هو سر النجاح وتميز الدكتور عمرو الطراوني؟ هو بالأول رضا من رب العالمين ورضا الوالدين وتحدي. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ رؤيتي المستقبلية أنها تكون مجموعة شاملة وتكون أوسع انتشار إن شاء الله. نحكي أكثر عن أهم المشكلات والتحديات اللي بتواجهك في نطاق العمل. أهم المشكلات اللي هو الحالة الاقتصادية في البلد، اللي هو حالة الركود الموجودة، أو عندنا عدة مشاكل. مشاكلنا تنطوي تحت أنك تقدم أفضل خدمة بقطاع بعيد عن العاصمة، أنك تقابل شركات التأمين، في بنوجد مشاكل كثيرة مع شركات التأمين في حساباتهم، وانك تخلق حالة جديدة او نوع خدمة جديدة وتكون مميزة ووحيدة في القطاع، هاي بحد ذاتها مشكلة. نحكي عن قسم الطوارئ في مركز آي كلينيك. هو عبارة عن مركز، يعني قسم الطوارئ مجهز 24 ساعة، في خدمة بيقدمها مجموعة من الاطباء، هاي المجموعة كفؤة، يعني قادرة على ادارة الطوارئ بجميع حالات الطارئة، ويوجد كوادر تمريضية أو كوادر مساعدة تخدم تخدم الرجال والنساء، عرفتي؟ فإنه وحتى إحنا عندنا في خدمة الأنكول إنه هو بنطلب أخصائية باستمرار، فأي حالة بنطلب لها طبيب باطني، طبيب جراحة، طبيب أطفال على تليفون، ما في عندنا مشكلة. حتى بنقدم خدمة اللي هي خدمة الزيارات المنزلية، بجوز إحنا القسم من المكان الوحيد اللي بالكرك اللي هي بنقدم هاي الخدمة. نعم. نحكي عن خبراتك دكتور، سواء الداخلية أو الخارجية. ريكو، عضو في جمعية إناكتوس لإحياء المجتمعات المدنية والمحلية في جمهورية مصر العربية. في الأردن هي مالك مجموعة آي كلينيك، وعندي مجموعة مطاعم وكافي شوبات. هلا عضو في مجلس الكرك التنموي الشبابي، رئيس اللجنة الصحية، وكنا عضو او رئيس البرنامج الصحي في تعديل قانون إجازة الأمومة والطفولة في القطاع الخاص وتعديله من 70 يوم ل 90 يوم، وان شاء الله القادم افضل. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول؟ بس لو كان في لقاء قريب مع جلالة الملك، انه هو الشباب هو عماد المجتمع، والقدرات او المؤهلات الشباب الاردنية واضحة في الخليج، فحتى الخطاب موجه لولي العهد انه هو الشباب هم كل المجتمع، بس يحطوا الشباب نصب، يعني في نصب شغلهم او هدفهم تطوير الشباب. نعم. احكي لنا اكثر
كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك عن موقع المركز وطرق التواصل؟ موقع المركز في محافظة الكرك الثانية بجانب محطة المناصير أو على إشارة الكلية، كما ظهر على الشاشة أرقام المركز وصفحة المركز على موقع الفيسبوك وعلى الإنستغرام. ما شاء الله. دكتور، لمين بتحب توجه رسالة وشكر أخيرة عبر فضائية 7 ستار الأردنية؟ بشكر الوالد والوالدة على دعمهم المتواصل لي، وبشكر مجموعة أشخاص دائما يعني مواقفهم مشهود إلها، منها هاشم، سيد هاشم مدير المختبر هاشم الحروب، وبشكر شخص دائما معي بالكواليس، وبشكر من مجموعة الكوادر الطبية الموجودة بالمركز، وبشكر مجموعة الأطباء اللي إحنا بنقدم الخدمات أو بنقدم خدماتنا من ضمن جهودهم. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء أنا أود أن أشكر الدكتور عمرو الطراوني ومجموعة آي كلينيك الطبية على حسن استضافتهم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. وحشنا دكتور، يسعد مساك. شكرا لك. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيكم.